أمسك به واعتصم واكتفي. فهيا إلي تعرف علي تعرف علي. خلصنا البيت والتشطيب تمام، بس حسافة ان البيت مو بالموقع اللي كنت اتمناه. ليش ما تستمتع باللي عندك؟ ليش لازم تدور الشيء الناقص؟ ليش حاطين حق نفسنا معايير خيالية؟ هل لازم كل شيء يكون مثالي؟ تمر علينا أيام مشاعرنا مو مستقرة، فتبدأ تشوش على أفكارنا، وتالي تشوه نظرتنا للحياة، والنتيجة تغيير سلبي في تصرفاتنا وطريقة معيشتنا. مهم نكون واعين عشان ما ننسحب في منحنى احنا بغنى عنه. ربي ما خلانا كذي، عرفنا على أسمائه وصفاته لتصبح نفوسنا مطمئنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكرة السعي إلى المثالية، يكون الشخص كل شيء لازم يسويه لازم يكون بمعايير مثالية تعجيزية، وهذه المعايير إذا ظل الإنسان في هذه الدوامة راح يتعب، لأنه هو كلمة واحدة اللي قاعدة دائماً تحن داخل رأسه: شودز، يجب أن أفعل ذلك، لازم أسوي هالشيء بهالصورة وبهالطريقة، ولا ما أعيش، ولا ما أرتاح. المثالية متعبة للإنسان. ليش؟ لأن الإنسان ينسى بأنه هو محدود، طاقته محدودة، قدرته محدودة، حكمته وفهمه للأشياء محدودة، فمهما تسوي أنت ما راح تقدر توصل حق الكمال، فلازم ترخي هذه المعايير. فالله سبحانه وتعالى يعلم طبيعة أنفسنا، ويعلم بأن قدراتنا محدودة، فلم يكلفنا فوق طاقتنا، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما نقول لا تسعون للمثالية، مو معناته أن ما يصير الواحد يكون عنده طموح، بالعكس، ديننا يشجع الطموح، لأن الطموح معناتها علو الهمة، المثالية معناتها معايير تعجيزية تتنافى مع طبيعة البشر المحدودة. لأن أنا مهما يمكن سويت اليوم وباكر بمعايير ممتازة، بس باكر بتعب، اللي عقبه بيصير لي شيء، ظرف. احنا محدودين. واحدة من الأمور المعينة للنفس إن الواحد يركز على المشوار مو على النتيجة اللي بيوصل لها. المثالي دائما يقول بس لازم يصير كذي بالضبط وبالشكل المعين. لا، انت استمتع بالسعي، ركز على السعي والرحلة نفسها لانك مأجور فيها. مقولة عجيبة حق عبد الرحمن السميط يقول: انت وفي طريقك الى الله سبحانه وتعالى فكر انك مثل التاكسي. التاكسي مو طول ما يتحرك قاعد العداد ماله شغال ويزيد، يعني بالعكس، اصلا بعض المرات حتى اذا طال الطريق العداد يزيد، لان الله سبحانه وتعالى قاعد ياجرك على الرحله دامك انت في الدرب. احنا كذلك من الامور المهمه اللي نبي نعالجها ضروري في هذه الحلقه موضوع المثاليه في الدين، ان الواحد يحط له سقف عالي في العبادات وشيء هو ما يقدر يوصل له. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحد عمله. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكذلك عشان تعرفون أن
شلون ديننا ينبذ هذه المثالية اللي تحسس الإنسان بالعجز. يقول للشخص اللي هو ما يكون ماهر في القرآن إن له أجران، يعني الماهر في القرآن له أجر واحد، ولكن الغير ماهر في القرآن الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران. فيعني مهما أنت قاعد تحاول ومرة صح ومرة لا ويمكن في صعوبة، الله سبحانه وتعالى يعطيك بدال الأجر أجرين. فتذكر لا تقعد تقول حق نفسك لازم ولازم وما يصير وما راح أسامح نفسي، لا، الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى ما يبي يعسر علينا. اعبد الله سبحانه وتعالى وتعرف عليه باسمه المجيد. طيب شو المجيد؟ الذي كملت صفاته. فالكمال لله وحده مو عندك انت. مشكلة المثالية على النفس انها تشيل لذة الانجاز، فما تستمتع بشيء. كل انجاز صغير الطالعة بس لا، المفروض يكون اكبر واحسن واجمل. كذلك المشكلة بالمثالية على النفس أن تخلي الواحد دائماً في حالة أنه هو يدور النواقص. الأمر الثالث، المثالية عدو الإنتاجية، لأن الواحد دائماً متحسر يطالع الناس اللي حوله تنتج وتسوي ومستمتعة بحياتها وهو قاعد مكانك راوح، لأنه حاط له معايير تعجيزية. مشكلة المثالي أن دائماً يحسس الناس أن أنا قوي ما أنكسر، ولا يمكن يبين عجزة أو ضعفة قدام الناس، وهذا مو من طبع البشر. إحنا نعين بعض وإحنا نشيل بعض وإحنا فينا ضعف ونأتينا أيام وننكسر. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك العين راح تدمع والقلب راح يحزن، فماكو أحد مثالي. تعرف على الله باسمه الجبار أن يجبر النقص في كل شيء في حياتك، هو وحده الذي يستطيع ذلك. ذابحة عيالها من المثالية، كل شيء فيهم تبي 100%، إن كان بالمدارس أشطر ناس، كل نشاط بالمدرسة هم فيه، ولا وهم لازم يفوزون، تفوز بمسابقة السلة، تفوزين أنت بمسابقة الكتابة، كل شيء لازم أنتوا توب التوب، أنتوا عيالي. ومو بس كذي، أنا أبي الخير لكم، أبي عشان مستقبلكم تحطون بالسي في أنا كنت وأنا صرت وأنا حطيت، أنا أبي مصلحتكم. وطبعا من كثر المثالية كانت تتدخل في كل شيء، ما في مساحة حق عيالها إن أصلا يعيشون حياتهم، لأنهم من نشاط لنشاط ومن دراسة لدراسة ومن مدرس خصوصي لمدرس ثاني، لأن لازم أنتوا تصيرون بيرفكت كاملين. كانت تروح المدرسة عشان تتأكد أن عيالها بالصورة اللي هي تبيها، فهي مقعدة عند البلاط، شلون بنتي شلون ولدي، سوى حط. ولا من كثر ما ذابحتها المثالية تبي تتأكد أن ماكو أحد أحسن من عيالها، فتروح مثلا تنطر الهدة ولا شيء، تكلم فلانة الشاطرة مع ما كم يبتي بالمادة، تبي تتأكد أن هي مو أعلى من بنتها. يعني الوضع مرض وكل الطلبة قاعدين يشوفون هالشيء في هذا الأم، ويعني مكسور خاطرهم على هالطلبة اللي معاهم. من كثر المثالية في البيت عشان هي تقدر توصل هالمرحلة من الكمال، فالوضع كان يعني عسكري، أصراخ ويلا والحين وطلعوا وهالدقيقة وهالثانية، فالريل كان معها الحوسة، فما كان قادر يتحمل كل هاللوية هذه، فكان الريل هاج كله بالدوانية، لأنه مو متحمل لوية البيت ومثالية الأم وعصبيتها الدائمة إنه لازم كل شيء كامل. وحتى عيالها
كانت ثقتهم مهزوزة بنفسهم، لأن كل شيء يسوونه الأم تتأكد لحظة مسوي كذي مسوي. الريل وصلت فيه، راح كلم أختها، قال لها شوفي اتكلمين أختك، لأن ترى بس خلاص أنا بس وصلت فيني، وعيالي ما بيهم يروحون من إيدي، لأن أنا قاعدة أشوفهم اللي قاعدة تسويه فيهم، وأنا عيازة تكلمها وكل ما تقولي بس أنا مصلحتهم وأنت ما قاعد تشوف. اتكلمينها تشوفين لك دبرة تصحين هالمرة. فكرت أختها، قالت أوكي الكلام مباشر ما راح ينفع فيها، لا يبي لها صدمة أختي. ولدها مع عيالها بالمدرسة، كانت تقول له شوف أم عندهم تليفوناتهم بالبريك بالهذا زين، قالت له أبيك تكون مركز على ولد خالتك، أي شيء يصير له أي ضغط أي موقف تحس يبي له كذي، يعني أنك أنت تصوره أبيك تصوره لي بدون لا يدري. يصور هذا الموقف، يصير موقف في المدرسة أن واحد من الصبيان يتهاوش معاه، بعدين شو يقول له؟ يقول له يلا وين أمك؟ وين أمك؟ خل تنفعك، خل دافع عنك، مصاح خلتي. صور هالموقف ويجيب حق أمه، يمه شوف إيش صار اليوم. الأم الأخت هذه أدك على أختها تيين البيت الحين، تيي قاعدة مسك التليفون وتراويها القصة، وتشوف تنهار الأم. هذا ولدي كذي يقولوا له بالمدرسة، أنا إيش سويت بعيالي؟ والله المثالية ضيعتني وضيعت عيالي وضيعت بيتي، ساعديني أطلع من اللي أنا فيه. فقعدت مع أختها وقالت لها ترى أنا ما أعرف أعيش الحياة إلا بهالشكل، أنا عندي إن أنا قاعدة أسوي لهم اللي بمصلحتهم. كانت تقول لها شوفي لازم تعيشين الحياة بشوائبها، ماكو شيء مثالي، لازم تتقبلين عيالك، لازم تعطينهم مساحة، وراح تشوفين شلون أنت راح تستمتعين بالحياة وشلون عيالك كذلك راح يعيشون حياة سعيدة. شلون معرفة الله سبحانه وتعالى تهذب عندي هذه الفكرة؟ واحد، أتعرف على الله باسمه المجيد الذي كملت صفاته، فأتحقق بعجزي ليمدني بقدرته، وأتحقق بضعفي ليمدني بقوته. اثنين، أتعرف على الله باسمه الجبار ليجبر النقص فيني. أدعو الله سبحانه وتعالى وأقول اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.